إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. مرحبا بكم. يوجد حول العالم مجموعة من الحيوانات الخطيرة والتي تشكل خطرا كبيرا على العديد من الكائنات الحية ومنها النباتات. ولكن من المعروف أن النبات يستمد الغذاء الخاص به من المياه وأشعة الشمس، مما يعني أنه ليس بالمخلوق الخطير. هذا ما يعتقده الكثير، ولكن الحقيقة أنه توجد بعض من النباتات المفترسة والتي يقال أنها قادرة على ابتلاع الحيوانات وتشكيل خطورة كبيرة عليهم، كما تشاهد هذا النوع من النباتات في الأفلام. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه النباتات التي سوف تنال إعجابك ودهشتك بكل تأكيد. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نبدأ. أولا، ترفيوفيلوم. البعض سوف يظن أن هذا النوع من النباتات المذكور في هذا الفيديو هو مأخوذا من أفلام الخيال العلمي، ولكن في الحقيقة أنه يوجد بالفعل في مختلف البقاع حول العالم. فعلى سبيل المثال، هذا النوع من النبات والمعروف بهذا الاسم ويطلق عليه أيضا ليانا، وهو يعتبر من النباتات الغريبة التي يعتقد البعض أنها مرت بالعديد من التجارب الشريرة والخطيرة والتي جعلته يتحول إلى هذا النوع والذي يشكل خطورة على كل المخلوقات. في البداية تنمو أوراقه بشكل بيضاوي، وبعد ذلك تبدأ في الإزهار، ثم بعدها تخرج منه أوراق طويلة ولزجة لكي تستطيع التغذي على مختلف أنواع الحشرات. هذه الأوراق تتمكن من لصق الحشرات عليها حتى لا تستطيع الهرب، وبعدها يتم افتراسها وهضمها بالكامل. من الممكن أن يصل طول هذه الورقة إلى 30 متر، ويقال أنها توجد بكثرة في غرب إفريقيا، ولهذا عليك الحذر عند زيارة مثل هذه المناطق. ثانيا، سانديو. البعض كان يعتقد أن النوع المعروف من النباتات التي تأكل الحشرات والحيوانات يوجد في الغابات النائية والأماكن الرطبة، ولكن هذا الشيء لا يحدث مع هذا النوع من النبات، والتي يقال أنها تنمو في التربة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية المعروفة لنمو النبات العادي، حيث يقال إنها تنمو في المغرب والبرتغال وأسبانيا، ولكن يستطيع هذا النبات الحصول على العناصر الغذائية التي لا توجد في التربة، ويعمل هذا النبات على تناول الحشرات كي يحصل على هذه الأشياء المهمة في النمو والتطور، حيث إنه يستطيع إخراج رائحة جميلة تجذب انتباه الكثير من الحشرات التي تتعرض إلى التعلق في النهاية على هذه الأوراق، وبعدها يتم افتراسها، ثم بعد ذلك يتم هضم هذه الحشرة والاستفادة من كل العناصر التي توجد فيها والتي لا تتوافر في التربة التي ينمو فيها هذا النبات. هذا يؤكد على نظرية البقاء التي يتبعها النبات من أجل الحفاظ على نوعه من الإنقراض. ثالثا، نبات بوركينيا ريدوكتا. هل كنت تعرف من قبل أن الأناناس لديه قريب مشابه له في الصفات والشكل، حيث يصنف على أنه من نفس العائلة، ومثل ما يحدث مع البشر وحتى مع الحيوانات؟ في الحقيقة ينتمي هذا النبات مع الأناناس إلى عائلة واحدة تعرف باسم بروميليا، ويحتوي هذا النبات على مواد معينة تساعد على عكس الأشعة الفوق بنفسجية، هذا يجعل كل الحشرات تصاب بالجنون من هذا النبات. كما أن النبات قادر على إصدار رائحة مميزة تجذب الحشرات، وبعدها تبدأ عملية الافتراس. يوجد هذا النبات في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وغينيا، ويتسبب في القضاء على الكثير من الحشرات. في عام 2005 اكتشف العلماء أن هذا النوع من النباتات يحتوي على نوع من الإنزيمات والتي تساعد في عملية الهضم بكل سهولة. رابعا، روريديولا. هذا النوع من النباتات خطير للغاية ويشكل مخاطر كبيرة جدا على باقي الحشرات، حيث يقال إنه لا يعمل على جذب الحشرة فقط، بل يقال أنه يعمل على جذبها وجذب الحشرة المفترسة لها، مما يعني أنه على عكس باقي النباتات لا يفترس الحشرة، ولكن يعتمد على الفضلات المتبقية منها والتي تساعد في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. هذا يؤكد على أن هذا النوع من النباتات يعمل على توفير الغذاء له من أجل الحصول على الطعام، حتى لو كان هذا الشيء سيتسبب في قتل الحشرات الأخرى. خامسا، نبات صائد الحشرات. هذا النوع من النبات هو معروف بأن لديه زهرة لونها بنفسجي، وهذه الزهرة تخرج منها روائح جميلة
وهي ما تلفت انتباه الكثير من الحشرات. ولكن تمتلك هذه النباتات أيضا أوراق عليها مواد لزجة، وهذه المواد تساعد على التصاق الحشرات وامتصاصها وافتراسها للحصول على المعادن والعناصر الغذائية. تعيش هذه النباتات في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال آسيا، ولكن أكثرها يوجد في أمريكا الجنوبية والوسطى. سادسا، النبات خانق الذباب. هذا النوع من النبات يعتبر من الأنواع المعروفة من النباتات والتي تهجم على البشر في الأفلام، حيث أنها معروفة بهذا الشكل والذي يعمل على ابتلاع الحشرة ثم الإغلاق عليها عن طريق هذه الأشواك التي تتشابك مع بعضها، وفي النهاية يتم افتراسها، لكنها ليست كبيرة في الحجم كما هو معروف في الأفلام، حيث يصل طولها بالكامل إلى 13 سنتيمتر. ويقال إن هذه الأشواك والتي توجد في الداخل تعمل على شل حركة الفريسة، وبالتالي الاستفادة من كل العناصر التي تتواجد بداخلها. سابعا، نبات النعورة. يعيش هذا النبات في أمريكا الشمالية والجنوبية، وهو يعتبر واحدا من النباتات الغريبة في الشكل والتي تعمل على تشكيل الكثير من الفخاخ على مختلف الأركان، حيث إن هذا الفخ يسهل على النبات الحصول على الكثير من الحشرات والفرائس، حيث إن هذه الفخاخ توجد على نظام دائري عائم في النبات، وهي تعتبر من النباتات السريعة في الحركة. يقال إنها تشبه النبات الخانق للذباب في طريقة صيده للفرائس. ثامنا، نبات موكسن. هذا النوع من النبات من المعروف عنه أنه يطلق روائح جميلة أيضا، هذه الروائح هي ما تجذب كل الحشرات إليه. يطلق أيضا على هذا النوع من النبات لقب شبشب السيدة الوردية أو زهرة الخف، ومن خلال هذه الفتحة تستطيع هذه النبتة جذب الكثير من الحشرات، وبعدها يتم ابتلاعها وهضمها، حيث إن هذا الجزء يحتوي على مواد لزجة تجعل عملية الخروج من هذا المكان صعبة للغاية. وفي الحقيقة يؤدي هذا إلى بقاء الحشرة حتى يتم هضمها بطريقة مخيفة جدا، وهي تؤكد على خطورة هذا النوع من النبات. تاسعا، كوبرا ليلي. كما هو واضح من اسم هذا النبات، من المعروف أن شكلها يشبه أفعى الكوبرا، والتي تظهر في المظهر المخيف أمام كل الناظرين. وأيضا من خلال الرائحة يمكن لهذه النباتات جذب انتباه مختلف الحشرات التي تتعرض في النهاية إلى الدخول داخل هذه النباتات، وبعدها لا تستطيع أي حشرة الخروج مرة أخرى، حيث إنها تحتوي على العديد من المخارج المزيفة التي لا تستطيع أي حشرة معرفة الحقيقي منها. ينمو هذا النبات في شمال كاليفورنيا وأوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، وينمو في المستنقعات ويتسرب بالمياه الجارية الباردة. وأيضا طريقة خلق هذا النبات تؤكد على أنه فريدا للغاية وخطيرا أيضا. عاشرا، تروبيكال بيتشر. هذا النوع من النباتات يعتبر الأخطر على الإطلاق، ويقال أنه يتكون من شكل غريب، حيث إنه يشبه الكيس الذي يحتوي على العديد من الشعيرات والإنزيمات الهضمية، كما إنه يحتوي على مادة شمعية متجهة للأسفل لإعاقة خروج الحشرات أو الكائنات الصغيرة منها. يقال إن عمليات الهضم من الممكن أن تتجاوز شهرا بالكامل، ويقال إنها توجد في جنوب الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وأستراليا والهند وسريلانكا. وبعد عملية الهضم يمتص النبات كل ما يحتاجه من عناصر غذائية والتي تساعده في عملية النمو. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.